صارت سالفة الحجر مو بأول عيد الفطر. إيه اللي هو الشيء تصويت من أفضل واحد من الأبناء يجي تصويت عالي نعطيه إيش هدية عالية. ها في تويتر في جروب العائلة كل عائلة مسويته. ما شفتها. الزبدة أخوي طرح التصويت يبغى يسوي فعالية لأنه إحنا كل واحد محجور في بيته ونكلم بعض فيديو سناب فيديو في برامج ثاني عشان نسلم على بعض نعيد على بعض ما قدر نعيد لأنه كل واحد في بيته. أيوه. المسوي المسابقة دي الزبدة واحدة من خواتي آخر واحدة اللي مصوت لها صوتين بس هي وزوجها مصوتين لبعض بس دقيقة اسمع بنسوي غش في المسابقة فوز هذا اللي تحت. شلون قال فوزها هي اصغر واحد اخواتي بس هو اخوك اللي قال هو صاحب المسابقه قال فوز هذا اللي تحت قهر عليهم الله وكيلك. معلش مين المصوتين عليهم بس اخوان واخواته ولا في عيالهم؟ تقدر تنشر رابط لاخوياك واصدقائك مثلا احنا مدخلين 9 متسابقين. اها رابط كل جوجل. متسابق رابط جوجل جوجل ايوه رابط يعني تصوت بجوال ما تصوت مره ثانيه ايوه رابط جوجل تصويت رسمي تصويت اللي المهم نروح ونرسل الرابط وامسك اخويا في الدوام وامسك لسة عندي انا عندي لسة في جوالي 11000 متصل أوف. واحد واحد هذه اللي اسمها دانا ترى بنت صغيره طفله عندها 3 بزلال بس انا وش عشان اقدر اقول انه صوت للطفل ما طفل العب عليهم بسرعه زبطنا والله وكيلك وتجي الين الاول من نفسها واحد من الصغار عندنا ابوه مدرس في العائله وجالس يرسل في جروبات مدرسين يلا صوت قبل المسابقه تنتهي بخمس دقائق او 10 دقائق واغرد بتويتر يا ناس طبعا هم مانعين انه انا ادخل في المسابقه اسمي شايلينه قال لا انت عندك ناس ومتابعين ممنوع وانشر تصويت قبل المسابقه بعشر دقائق ويلقطها مين واحد من المتسابقين اللي في المسابقه عندنا من العائله قلت لا غير صحيح هذا الموضوع صور الشاشه هذا تهكير وهذا سب في المسابقه المسابقه النزيهه واخوي دقه الله لا يعطيك العافيه ليش تغرد فضحت الخطه كامله الزبده فازت في الرمق الاخير فازت يا رجل مدرس هذا اللي ابوه مدرس داخل الورد في المسابقه وصل الرابط لمصر ما شاء الله وصل المدرسين في مصر بسرعه صوتوا المصريين بدوا ينشرون والدنيا 100 مليون قسما بالله وصل الرابط لليمن وصل الكويت قلت يا حبيبي اهدى وصل المصوتين الى 2700 تعال هي الجائزه كنت انا بحطها الشرفيه اهم شيء الجائزه الشرفيه من يفوز هي كانت 50 ريال هي الفكره بس 50 ريال قالوا لا خلاص الغي الجائزه دام فازت هذه خلاص اوف عشان فازت هي لغيت الجائزة؟ لغيت الجائزة بالغتوا يا أخي والله أنتوا ما يصلح بالغتوا أيوة واحدة أكبر مني عيدة وخمسين ريال بس تلقاها للحين دروا تلقاها للحين معلق الدرع في كذا بس أنا فزت إلى الحين أي مسابقة يحذفون من الجروب يحطوا لحالهم ما يدخلون